خلال استقباله لنظيره القبرصي الرئيس السيسي يشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. تشيل اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص على المستوى الرئاسي في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ومن أعلى نقطة بالبرج الأيقوني رئيس الوزراء يتابع أعمال التنفيذ بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. 9 مساء بالقاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. قرب جغرافي وتمازج حضاري وصداقة استثنائية مهدت الطريق أمام علاقات استراتيجية متميزة ما بين مصر وقبرص. علاقات عكستها زيارات متبادلة بين البلدين، والتي شهدت القاهرة آخر محطاتها باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس في قصر الاتحادية. المزيد حول الزيارة وما شهدته من تفاصيل في سياق النشرة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا ما بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي. وقد عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، حيث رحب الرئيس السيسي بالرئيس القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة، بما يمثل نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس عقد مباحثات منفردة مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بالسيد أنستاسيادس في مصر، معربا سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين. كما عقدت أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس بمشاركة السادة الوزراء المختصين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وقبرص، معربا عن فخره واعتزازه بما تحقق من إنجازات على مستوى تلك العلاقات خلال السنوات الماضية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس بقصر الاتحادية، حيث شدد الرئيس السيسي على أن الفترة الماضية شهدت تناميا ملحوظا في التعاون حيال مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. شهدت تلك الفترة بلا شك تناميا ملحوظا في حجم التعاون والتنسيق بين بلدينا حيال العديد من الملفات والقضايا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، على نحو جعل من هذا التعاون الفريد
نموذجا يحتذى به في كيفية تحقيق التكامل على المستوى الإقليمي. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تدشين اللجنة العليا بين مصر وقبرص يعكس حرص البلدين على تحقيق نقلة نوعية في وتيرة التعاون فيما بينهما في ظل التحديات المحيطة. كما شدد الرئيس السيسي على أن تلك اللجنة ستكون محفلا مهما لتبادل وجهات النظر بين البلدين إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية. رأست اليوم مع فخامة الرئيس الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين البلدين لتصبح إطاراً لمتابعة مسارات التعاون الثنائي على أعلى مستوى في البلدين في توقيت مفصلي ومهم. إذ نسعى لتحقيق نقلة نوعية في وتيرة هذا التعاون في خضم تحديات إقليمية ودولية هائلة لا تخفى على أي منا، وأنني على ثقة فأن هذه الخطوة سيكون لها انعكاس إيجابي ملموس على مجمل العلاقات بين البلدين من حيث تعميق وتكثيف مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية. وفيما يتعلق بالمحادثات الثنائية، أكد الرئيس السيسي أن مباحثاته مع نظيره القبرصي كانت مثمرة وبناءة، كما تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت إزاء القضية القبرصية وضرورة التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وسيادة الدول. قد أجريت اليوم على هامش الاجتماع الأول لتدشين اللجنة العليا للتعاون بين مصر وقبرص مباحثات مثمرة وبناءة مع فخامة الرئيس القبرصي شهدت توافقا ملحوظا في وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التي ناقشناها، حيث أكدت لفخامة الرئيس خلال المباحثات على الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة الشرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة، اتصالا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في مناطقها الاقتصادية الخاصة. طبقا للقانون الدولي واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة. وفي سياق آخر، أعلن الرئيس السيسي اتفاقه مع نظيره القبرصي على ضرورة تفعيل آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر وقبرص واليونان. وفي هذا الإطار أشار الرئيس السيسي إلى اتفاقهما على التحضير للقمة الثلاثية القادمة في اليونان خلال شهر أكتوبر القادم. قد توافقت وفخامة الرئيس القبرصي حول أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التي تجمع دولنا الثلاث تحديدا بحكم تفرد تلك العلاقة. وفي هذا السياق فقد اتفقنا على أهمية التحضير الجيد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر أن تنعقد في اليونان في أكتوبر 2021. وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أكد الرئيس السيسي اتفاقه مع رئيس القبرصي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وعلى الصعيد الإقليمي، تناولت مباحثاتنا اليوم آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي، فقد اتفقت رؤانا على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في الموعد المحدد لها في ديسمبر القادم، مع التشديد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وعودة ليبيا إلى أيدي أبنائها ليصونوا مقدراتها ويبنوا مستقبلها بإرادتهم الوطنية المستقلة دون تدخلات خارجية. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك مع نظيره القبرصي آخر تطورات القضية الفلسطينية وضرورة تقديم الدعم اللازم لقطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي مع الرئيس القبرصي ضرورة العمل على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات. تناولت مباحثتنا كذلك آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدت لفخامة الرئيس القبرصي على ضرورة تضافر الجهود الدولية
لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة من جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وكذا العمل على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مجدداً إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية اضلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف حفاظا على استقرار المنطقة. وقال الرئيس السيسي إنه أطلع رئيس القبرصية على الجهود المستمرة للتوصل إلى حل عادل لسد النهضة وجهود مصر لاستمرار المفاوضات. أطلعت فخامة الرئيس على جهودنا المستمرة للتوصل إلى حل عادل لأزمة سد النهضة وجهودنا لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، مؤكدا أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف حفاظا على استقرار المنطقة. ومن جانبه أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس سعي بلاده لزيارة التعاون المتبادل ما بين مصر وقبرص ليمتد إلى مجالات جديدة. كما شدد رئيس القبرصي على أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تعكس الإرادة الجادة لكليهما لدفع التعاون المشترك وتقوية الروابط الاقتصادية والسياسية. اسمح لي أن أعبر مرة أخرى عن خالص تعازي القيادة والشعب القبرصي لأسر الضحايا الأربعة المصريين الذين لاقوا حتفهم في قبرص أثناء الحرائق المدمرة التي اجتاحت الجزيرة خلال شهر يوليو الماضي. أريد أن أوصف اللجنة العليا الثنائية على مستوى الحكومات، وهي الأولى بيننا، بأنها تاريخية، وأنها تؤكد على العلاقات الممتازة بين الدولتين
وتأتي لتذبيف الإرادة المشتركة للدفع قدما بالتعاون المشترك والارتقاء به لتقوية روابطنا السياسية والاقتصادية. خلال القمة وأثناء الاتصالات الدورية الثنائية بين وزراء الخارجية والطاقة والزراعة والنيل البحري والتعليم، كان لدينا فرص لبحث التعاون الوثيق الموجود حاليا بين الدولتين، وأيضا لتطوير وتنمية الأفكار وزيادة هذا التعاون في مجالات جديدة. في مجال التجارة اتفقنا على تفعيل دوري لمنتديات الأعمال، وذلك لتقوية الروابط بين غرف التجارة والأعمال بهدف زيادة التبادل التجاري، خاصة منتجات الدواء ومنتجات المزارع السمكية. كما شدد رئيس القبرصي على أن مصر لها دور فعال في مكافحة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأكد الرئيس القبرصي أن مصر من أهم وأكبر شركاء قبرص في منطقة الشرق المتوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الشهر الجاري توقيع مذكرة تفاهم الخاصة بالربط الكهربائي ما بين البلدين. تناقشنا بخصوص العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، ونقلت إليه لمرة أخرى إصرار الدولة القبرصية أن تتوصل إلى اتفاق شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. نحن نرى أن مصر هي أهم وأكبر الشركاء للاتحاد الأوروبي في كامل منطقة الشرق الأوسط في أفريقيا، وهو حجر الاستقرار وأساس السلم في منطقة الشرق الأوسط المتوترة، وطبعا لديها دور فعال في محاربة الإرهاب والحد من الهجرة من أفريقيا والشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي. تشهد العلاقات المصرية القبرصية نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وتقاربا شديدا في المواقف والرؤى إزاء مجمل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. إرادة سياسية وشعبية جادة لنقل تلك العلاقات لآفاق أرحب على جميع المستويات وفي جميع المجالات، نستعرضها معكم الزميلة حكمة عبد الحميد في سياق العرض التالي. مرحبا بكم. قرب جغرافي وتمازج حضاري وصداقة استثنائية، مثلث مهد الطريق أمام علاقات استراتيجية متميزة بين مصر وقبرص. فمنذ عام 1960 كانت مصر من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف بالجمهورية القبرصية وتبادلت العلاقات الدبلوماسية معها، علاقات تطورت حتى وصلت لمرحلة من التقارب الشديد بعد أن شهدت خلال الفترة الأخيرة حراكا سياسيا غير مسبوق. عززتها بالفعل الزيارة المتبادلة بين الجانبين والقمم التي عقدت خلالها، قمم عديدة شهدتها القاهرة ونيقوسيا، بحثت سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كل هذا إلى جانب التنسيق المستمر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأخيرا في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط. أما على الصعيد السياسي، تناولت القمم تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، أيضا مكافحة الإرهاب وموقف قبرص الداعم للقضية الفلسطينية بالفعل. على الصعيد الاقتصادي، تسعى القاهرة ونيقوسيا لتعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي، ودراسة سبل تعظيم الاستفادة المشتركة من الاكتشافات النفطية الجديدة، ما يحقق مصالح الدولتين. كل هذا أيضا إلى جانب إمكانية استغلال البنية التحتية والصناعية المصرية المؤهلة لاستقبال الغاز. وطدت مصر وقبرص علاقتهما من خلال توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وتتويجا لهذه العلاقات، جاء إعلان القاهرة نوفمبر 2014 كنواة لإقامة تحالف بين مصر وقبرص واليونان، حيث يجمع الأطراف الثلاثة قاسم مشترك في التوجهات. برزت بالفعل مؤشراتها الأولى في نتائج إعلان القاهرة الذي ركز على أربعة محاور
تتمثل في الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة. على المستوى الثقافي، فيجمع بين البلدين العديد من القواسم المشتركة والفعاليات. تم الاتفاق على التعاون بين الأزهر الشريف والحكومة القبرصية في المجالات الدينية والفقهية. أكتوبر 2017 أطلقت مصر أسبوع الجاليات بتعاون مع اليونان وقبرص، حيث لأول مرة يعقد لقاء يجمع بين أبناء ثلاث دول عاشوا على أرض مصر كنسيج واحد تحت شعار العودة للجذور. تلتها العديد من الفعاليات في الإطار ذاته. إذن هي علاقات تاريخية وروابط تمتد لعقود عززتها إرادة قيادة جادة لتوطيدها وتعزيزها على مختلف الأصعدة بضمانة شعبية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروعات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة لها أهمية كبيرة، حيث تمثل عنصر جذب كبير لهذا المشروع الحضري. كما أشاد رئيس الوزراء في ختام جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمستوى الذي يتم في تنفيذ مشروع النهر الخالد، حيث تفقد مدبولي عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية، موجها بضرورة تنفيذ أعمال التشطيب بعدد من المشروعات وفق الجودة المطلوبة والبرامج الزمنية المحددة. أكد رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية إلى العاصمة الإدارية ومتابعة الترتيبات النهائية لإتمام انتقال الوزارات والهيئات إلى الحي الحكومي، حيث عقد مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة. ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتسوية الطرق وتنسيق الميادين داخل العاصمة الإدارية الجديدة. هذا وقام رئيس مجلس الوزراء بتفقد مشروع إقامة المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال ومعدلات التنفيذ بمشروع البرج الأيقوني الأعلى في إفريقيا والعديد من الأبراج الأخرى التي تستهدف جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار في هذا المشروع. وأكد رئيس الوزراء أن منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة المركزية تحظى باهتمام كبير، حيث أنها ستعبر أو تعبر عن نهضة مصر المعاصرة. العاصمة الإدارية الجديدة هي درة المشروعات العمرانية التي تعول عليها الدولة المصرية لإعلان ميلاد الجمهورية الجديدة بعد الانتقال إليها، مشروع يهدف إلى تخفيف العبء عن أحياء وسط القاهرة المزدحمة وخلق فرص للاستثمار العقاري الواعد وزيادة عوائد الدولة. مشروعات عملاقة تواصل الحكومة تنفيذها بالعاصمة الإدارية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعلها مثالاً عالمياً يحتذى به. خطة الإنشاءات والتطوير داخل العاصمة الإدارية الجديدة تشمل عدة مدن وجه الرئيس السيسي بإنشائها، منها مدينة العدالة ومدينة الثقافة والفنون والمدينة الرياضية، فضلاً عن النصب التذكاري والمركز الثقافي الإسلامي، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ. كما تشهد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات تطويرية عدة، من بينها الحديقة المركزية التي تزيد مساحتها عن نحو 1000 فدان، والتي من المخطط أن تصبح واحدة من أكبر الحدائق حول العالم. وتمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، تنفذ الدولة استراتيجية لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من البرامج المعرفية والمهارية والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة. البرامج التدريبية الجديدة تأتي اتساقا مع خطة التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة، والتي تستهدف خلق نموذج عمل جديد داخل المؤسسات الحكومية يساهم في بناء مصر الرقمية. خطة متكاملة إذن، سواء على المستوى الإنشائي والحضاري أو على مستوى تطوير الكوادر المهنية، ليكون تدشين العاصمة الإدارية بحق
بداية للجمهورية الجديدة وعنوانا لعهد جديد من البناء والتنمية. صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية لتكون بحد أدنى 52% بدلا من 55% لهذا العام. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية وحرصها على زيادة أعداد الطيارين طبقا للشروط والمحددات العامة للالتحاق بالكلية والمعاهد العسكرية، ذلك بالتوازي مع انخفاض المجاميع الكلية لطلبة الثانوية العامة لهذا العام ورغبة العديد من المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية. وافقت وزارة الداخلية على تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وبهذا تصبح أقل نسبة للقبول 60% بدلا من 65% عن المجموع الكلي للدرجات. كما تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق 16 من سبتمبر 2021 بدلا من يوم الاثنين الموافق 6 من سبتمبر من نفس العام. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 30,021 قضية تموينية متنوعة، إضافة إلى ضبط 7,356 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 45,448 أرجيلة، وغلق 25,741 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 307,253 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 43,467 قضية تموينية متنوعة، من بينها 691 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء، وضبط 62 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,784,471 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 400 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت ما يزيد على 149 طن، وضبط 55 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 85 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 799,343 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم رفع 1,374 سيارة و 544 دراجة نارية متروكة ومتهالكة.
وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 361,785 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 289,458,830 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1221 قضية، من بينها 678 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 599 وحدة فنية، كما تم ضبط 543 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 860,189 كتب دراسية ومطبوعات تجارية بدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 66 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 388,732,622 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6,637 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 9,199,667,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 23,372,512 جنيه. من التلفزيون المصري مشاهدينا، نشرة التاسعة لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. تواصل المظاهرات في فرنسا احتجاجا على شهادة الصحية وتطعيم الإلزامي لمقدمي الرعاية. يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا رفيع المستوى في 13 من سبتمبر الجاري للبحث في زيادة المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن النساء والأطفال في أفغانستان بحاجة ماسة في الوقت الحالي إلى المساعدة من المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، وأضاف أن الاجتماع المرتقب سيدعو إلى تسريع عملية التمويل وإيصال المساعدات بشكل كامل وبلا عوائق إلى تلك الفئات من الشعب الأفغاني. تظاهر عشرات الآلاف مجددا في عدة مدن فرنسية رفضا للشهادة الصحية التي فرضتها السلطات ودخلت حيز التنفيذ منذ منتصف أغسطس. ومنذ يوليو الماضي تتواصل احتجاجات مئات الآلاف من أصحاب السترات الصفراء ونشطاء مناهضين لحملات التطعيم، وباتت الشهادة الصحية إلزامية في المطاعم ووسائل النقل وفي المستشفيات، ويمكن تمديد العملية الخاصة بالإبراز بها إلى ما بعد 15 من نوفمبر، الموعد الذي نص عليه القانون إذا ما استمرت موجة كورونا. وتأتي الاحتجاجات غداة مطالبات الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة الحصول على لقاح وتلقي أكثر من 44 مليون شخص لجرعة واحدة من اللقاح على الأقل، أي نحو 66% من السكان في فرنسا. دعا المسؤولون في استراليا المواطنين لسرعة تلقي لقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات. سجلت استراليا 1756 إصابة جديدة بكورونا، كانت معظم الإصابات في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تشهد الولاية تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى منذ منتصف يونيو، وسجلت 1533 إصابة جديدة وأربع وفيات بكورونا.
فيما سجلت ولاية فيكتوريا المجاورة 190 إصابة. قام ناشطون ضمن ما يعرف بحركة تمرد الانقراض بمسيرة في مناطق عدة بالعاصمة البريطانية لندن، هدفها تنبيه الحكومات على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل المناخ، كما تستهدف المسيرات الاستمرار في تنبيه الرأي العام من أخطار الاحتباس الحراري والمطالبة باتخاذ إجراءات جذرية من السلطات للحفاظ على كوكب الأرض في ظل تزايد الكوارث الطبيعية. في البرازيل سجلت الأقمار الصناعية أكثر من 28 ألف حريق في منطقة الأمازون خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي لهذا الشهر. تعد غابات الأمازون أكبر غابة مطيرة في العالم، ينظر إليها على أنها دفاع حيوي ضد تغير المناخ بسبب الكمية الهائلة من ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها الحياة النباتية وتخزنها. أعلنت جامعة المنصورة عن البدء في تنفيذ خطة تطعيم ضد فيروس كورونا لتطعيم منتسبي الجامعة من مختلف القطاعات وتطعيم الطلاب القدامى والجدد. قد تم تسليم التطعيمات من خلال مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية. يتم تطعيم الطلاب بعيادات الكلية بالجامعة البالغ عددها 18 كلية، وأهابت الجامعة بالطلاب متابعة صفحات الكليات الرسمية على موقع الجامعة وشبكات التواصل الاجتماعي، ذلك لمعرفة مواعيد التطعيم. جامعة المنصورة بتبدأ المرحلة الثالثة من تطعيم المجتمع الجامعي. بدأنا بالفرق الطبية، ثم تلاها أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والنهاردة بنبدأ المرحلة الثالثة وهي تطعيم الطلاب. بنستهدف 160 ألف طالب الموجودين. تم تجهيز 18 نقطة تطعيم داخل الجامعة، وزي ما حضراتكم شايفين الطلاب مقبلين بشكل جيد، وبنستهدف إن شاء الله كل طلاب الجامعة. جامعة المنصورة فيها 160 ألف طالب، بنتمنى إن شاء الله إحنا ننتهي منهم قبل بداية العام الدراسي بإذن الله. كما تتواصل أعمال تطعيم منتسبي جامعة بنها بلقاح فيروس كورونا داخل النقاط الثابتة والمتحركة على مستوى كليات الجامعة. تم حتى الآن الانتهاء من تطعيم 6000 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب منذ بدء حملة التطعيم. كما تم تشكيل لجنة لمتابعة خطة التطعيم، ذلك بعد تسلم 20000 جرعة لقاح من وزارة الصحة. تم تدريب فرق تكنولوجيا المعلومات والفرق الطبية على إجراءات التطعيم. أجرت القافلة الطبية بقرية الجديدة بالوادي الجديد الكشف الطبي على 450 حالة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شملت أعمال القافلة الكشف عن أهالي قرية الجديدة وصرف العلاج لهم بالمجان، وضمت القافلة تخصصات في أمراض البطن والصدر والجلدية والعظام والرمد والنساء والأطفال. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات القافلة الطبية بوحدة طب الأسرة بمدينة حلايب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 221 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين، منها إجراء 49 فحص معملي و33 فحص أشعة وسونار و40 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، و
وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر. وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وصلت القافلة الطبية المجانية إلى وادي الحمى التابع لمدينة رأس السد بمحافظة جنوب سيناء. تضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية للكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لإحفاظ والوصول بالخدمات الطبية كذلك للمناطق الأكثر احتياجاً. توجهت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إلى العاصمة الفرنسية باريس لبحث وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي من خلال عدة مذكرة تفاهم تتضمن توأمة هي الأولى من نوعها مع المركز القومي للأورام بفرنسا، وكذلك المركز المصري لعلاج الأورام دار السلام هرمل. يرافق وزيرة الصحة في زيارتها الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، والدكتور أحمد المرسي المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة. هذا وتتضمن التوأمة نقل الخبرات لمصلحة المريض المصري ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، حيث من المقرر فتح عيادة لتشخيص أورام الثدي في 8 ساعات بالمركز المصري لعلاج الأورام وبالتعاون مع المركز الفرنسي، بحيث يتم التشخيص وإجراء كافة الفحوصات للسيدة المريضة في 8 ساعات فقط، ليصبح بذلك مركزا رائدا لعلاج أورام الثدي في مصر. هذا وقد تم تجهيز ورفع كفاءة المركز المصري لعلاج الأورام بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه وضم مبنى صحة المرأة إلى المركز. أكد تقرير تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لعام 2022 بأن مؤسسات التعليم العالي المصرية تقدمت بمتوسط درجات أعلى بنحو 11 نقطة، وبذلك تعد الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم العالي صعودا على مستوى العالم. أوضح التقرير أن مصر جاءت في المرتبة الأولى عربيا على مستوى عدد الجامعات المدرجة بتصنيف التايمز هذا العام، حيث جاءت مصر في المركز الأول بعد 23 جامعة. والآن مشاهدينا نتحول بكم إلى هذه الوقفة الاقتصادية. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا هبة حسين وشكرا رجاء رمزي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة نتابع فيها. نجحت مصر في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن موافقة محافظي البنك الإسلامي على منح مصر تنظيم الاجتماعات السنوية العام القادم يعكس قيمة مصر في مجموعة البنك الإسلامي، كما يعكس النظرة الإيجابية للوضع المصري وثقة الدول الأعضاء في قدرات مصر. على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بأوزباكستان، بحثت وزيرة التخطيط هالة السعيد مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحثت إنشاء أكاديمية للتصدير في مصر. كما رحبت وزيرة التخطيط بعقد الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في القاهرة في ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن مصر ستتولى رئاسة المجلس لمدة عام واحد. تشهد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في التنمية وسبل دعمها، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك مواكبة الاهتمام العالمي بالعمل المناخي، وذلك في ظل المخاطر التي تمثلها التغيرات المناخية على الدول والمواطنين. هذا ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر يومي 8 و9 من سبتمبر الجاري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توزيع بواد زيت مستعمل معاد تدويره على المواطنين ضمن السلع التموينية،
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا توجد أي زيوت معادة للتدوير ضمن السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية أو في محل البقالة التموينية أو فروع جمعيتي أو جميع السلع التموينية آمنة وسليمة ومطابقة كذلك للمواصفات القياسية. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث صعدت أسعار الذهب عالميا إلى 1812 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 678 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصل سعره إلى 792 جنيه للجرام، وأخيرا عيار 24 والذي وصلت قيمته إلى 904 جنيهات للجرام. هذا وقد وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6336 جنيه. إلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط بعدما أشار تقرير اقتصادي إلى عدم انتظام التعافي الاقتصادي، مما قد يعني تباطؤ الطلب على الوقود في ظل عودة وتيرة إصابات الجائحة للتزايد من جديد. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت ب 42 سنتا بما يعادل 58% لتصل إلى 72 دولار و 61 سنتا للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 70 سنتا أو 1% لتصل إلى 69 دولار و29 سنتا للبرميل. أعلنت الخطوط الجوية الفلبينية أنها بصدد تقديم طلب إشهار إفلاسها في الولايات المتحدة الأمريكية سعيا لاقتطاع ملياري دولار من الديون، وذلك في وقت تسعى فيه للاستمرار في قطاع أنهكته جائحة كورونا. كان حجم السفر الجوي للفلبين قد انهار بنسبة 75% من نحو 30 مليون راكب في عام 2019 إلى 7 ملايين العام الماضي، وذلك بسبب القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة، لكنها ما زالت مستمرة مع رجاء وهبة. شكرا لك مصطفى. نجحت قوات خفر السواحل الإيطالية في إنقاذ 19 مهاجرا إفريقيا على متن زورق خشبي، وتم نقلهم إلى جزيرة لامبيزودا. وقد تزايدت عمليات مغادرة قوارب المهاجرين من ليبيا وتونس إلى إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا في الأشهر الأخيرة بسبب دفء الطقس. وأظهرت البيانات أن نحو 11 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية عام 2021 بدلا من حوالي 4000 مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي. والآن مع أخبار الرياضة. مرة أخرى زميل مصطفى ميزار ينضم إلينا. لك مصطفى. شكرا رجائي وشكرا هبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ولكن في هذه الجولة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. يواجه المنتخب الوطني غدا نظيره الجابوني، وذلك ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022. سعيا وراء تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، يواجه المنتخب الوطني نظيره الجابوني ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. منتخب الفراعنة يتقاسم صدارة المجموعة السادسة مع شقيقه الليبي برصيد 6 نقاط لكل منهما، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على أنغولا بهدف، فيما تغلبت ليبيا على الجابون بهدفين لهدف واحد. تعديلات عديدة من المتوقع أن يشهدها تشكيل المنتخب عن التشكيل الأساسي الذي خاض لقاء أنغولا بالجولة الأولى. التعديلات تأتي بعد انضمام النجم محمد صلاح لاعب ليفربول والمهاجم مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي لكتيبة الفراعنة بعدما غاب الثنائي عن مواجهة أنغولا. اللقاء يذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس، وذلك بعدما نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الحصول على حقوق بث مباريات المنتخب خلال تصفيات المونديال لتوفر للجماهير المصرية فرصة متابعة تلك المباريات بشكل مجاني.
في تصفيات القارة اللاتينية يلتقي المنتخب البرازيلي الأحد مع نظير الأرجنتيني ضمن الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال. منتخب السامبا يتصدر جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة بواقع 7 انتصارات، فيما يحتل تانجو الأرجنتيني الوصافة برصيد 15 نقطة بواقع 4 انتصارات و3 تعادلات. تأهل لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه عمر أشرف إلى نصف نهائي بطولة البريمير ليج الدولية للكاراتيه والمقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي. واستطاع أشرف الذي يخوض منافسات كوميته رجال تحت 84 كيلوغرام التغلب في مباراة الأولى على السعودي فراج الناشري بنتيجة 3-0، كما فاز على الأوكراني كوستيان تسيمبال بنتيجة 1-0 قبل الانتصار ب 2-0 على بريان تيمبرمانس. كما تأهلت لاعبة المنتخب الوطني نورسين علي إلى نصف النهائي في منافسات السيدات. واستطاعت نورسين التي تخوض منافسات كوميتيه السيدات تحت 61 كيلوغرام استطاعت التغلب في أولى مبارياتها على لاعبة الإكوادور جاكلين باكتوس بنتيجة 9-4 لتواجه الأوكرانية ديانا شاستاك وتتعادل معها بنتيجة 3-3 لتتغلب نورسين في آخر لقاءاتها في المجموعة على البلجيكية نيل ديفوز بعد انسحابها. إلى منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، حيث ودعت التونسية أنس جابر البطولة من دور 32 عقب خسارتها أمام البلجيكية أليس مارتنز بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-3 و7-6. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدين الكرام، لكن التاسعة ما زالت مستمرة من جديد مع رجائي وهبة. شكرا مصطفى. في الصين سجل 3 رواد فضاء حياتهم الممتعة في مهمة بمركبة فضاء لعرضها لمجموعة من العلماء والباحثين في بكين وهونغ كونغ. وقام رواد الفضاء 3 ببث روتين حياتهم في الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء من خلال محادثة فيديو مباشر مع الجمهور على الأرض. ونظم الحدث في مكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ ووكالة الفضاء الصينية. حضره نحو 300 باحث ومعلم وطالب. مشاهدينا إلى أخبار الأرصاد الجوية. مصطفى ميزار معه أخبار الطقس في مصر والعالم. شكرا مرة أخرى هبة وشكرا رجائي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في جولتنا ومحطتنا الأخيرة في هذه النشرة، نستعرض سويا أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الأحد حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يكون معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية. درجة الحرارة الكبرى في القاهرة 33 والصغرى 25، ويكون الجو حار في الأسكندرية 30-25 حار، في مطروح 29-24، في بورسعيد 31-26 حار، في الإسماعيلية 34-24 أيضا يكون الجو حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25 يكون الجو أيضا حار، في العريش 31-25 يكون الجو حار، في طابة 34-25 يكون الجو أيضا حار، في شرم الشيخ 38-29 حار، في الغردقة 37-28 يكون الجو أيضا يتميز بدرجة الحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى فيها 42 والصغرى 26 ويتميز الجو بشدة الحرارة، في أسوان 42 أيضا 30 شديد الحرارة، في الوادي الجديد 39-27 شديد الحرارة، في شلاتين 41-28 شديد الحرارة، في حلايب 38-27 ويكون الجو حار.
والآن مشاهدينا الكرام نترككم مع استعراض لدرجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام بعد أن استعرضنا جولتنا الاقتصادية والرياضية وأحوال الطقس، وصلنا معكم لأهم وأبرز لقطة لليوم. هذا مشاهدينا نكون وقد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال استقباله نظيره القبرصي، الرئيس السيسي يشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. تدشين اللجنة الحكومية العليا ما بين مصر وقبرص على المستوى الرئاسي في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. من أعلى نقطة بالبرج الأيقوني، رئيس الوزراء يتابع أعمال التنفيذ بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. نهاية نشرة التاسعة، التاسعة لا تزال مستمرة، وزميلنا يوسف الحسيني، يا مساء الخيرات. مساء الفل عليك يا راجل. مساء الخير يا يوسف عميلي. وإن شاء الله حلقة موفقة ليك، لكن خلينا نقول النهاردة كان في قمة ثنائية مصرية قبرصية وتدشين لجنة عليا حكومية مصرية قبرصية تحت رئاسة الدولتين. علاقات وروابط وتحديات أيضا بتفرض نفسها، ومجالات تعاون كثيرة سواء كانت موجودة بالفعل بين مصر وقبرص أو حتى في اللجنة الثلاثية مع اليونان، أو فيما هو قادم للمزيد من التعاون في هذه المجالات العدة. والله إزاي هتتناول ده النهاردة في حلقتك، وإزاي مصر وقبرص واليونان يقدروا يعبروا على تحديات كثيرة بتواجههم؟ والله هقول لك حاجة، تعالوا احنا الثلاثة نقعد نفكر مع بعض بصوت عالي. أول ما مصر بدأت تدخل في ترتيب أوراق جوه ملف كده في نهايات 2015 كان اسمه ملف الشرق المتوسط، وقتها بعض الناس بره مصر وأحيانا كانوا جوه مصر يصفوا هذا الموضوع، ايه الفنكوش اللي بيحصل ده، انتوا بتضحكوا على الناس، انتوا ايه اللي مدخلكوا شرق المتوسط الى اخره. لما بتعدي السنين والملف بيبدا الورق اللي فيه يترتب مظبوط، هتجد اولا ان مصر هي مش بس اللاعب الرئيسي ولكن اللاعب الاكبر والاهم اللي فتح الملف واللي خد قرار بانه يرتب الاوراق جواه، وبالتالي ترتيب هذا الملف ادى الى ايه؟ أدى إلى أنه مش بس تميز العلاقات المصرية القبرصية أو اليونانية إلى آخره، لكن لولا هذا الملف ما كانش يبقى فيه عندك قدرة شديدة على أنك تساعد الليبيين بهذا الشكل. لولا ترتيب الأوراق في هذا الملف ما كانش هيبقى فيه عندك مؤتمر بغداد الشراكة والتعاون، لأنه هو الناس هتجيلك ليه؟ خدي بالك هتجيلك ليه غير لو أنت قوي.
لولا هذا الملف ما كنتش هتقرأ مجموعة من الأخبار متعلقة بعلاقة مصر بلبنان الآن على مستوى الطاقة ودعم الاقتصاد اللبناني. لولا الترتيبة دي واللي اتخذ قرارها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كناش شفنا هذه القوة والفاعلية المصرية حتى في ملفات أخرى. قدرتك في شرق المتوسط فتحت لك الباب. هذا تحديدا يعني قبل ما نسيبك للمشاهدين والمتابعين، لم يحدث أن تصدت الدولة المصرية لأي ملف على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي إلا وحصلت الدولة المصرية على العلامة الكاملة. الحمد لله. أنا عايز أسيبك لمشاهدينك ونحن نضم بقى لصفوف المتابعين والمشاهدين. موفق إن شاء الله. بارك الله فيكم يا جماعة. شكرا رجائي. شكرا يا هبة. وشكرا لكل صناع التاسعة. ونستأذنكم نبدأ فقرتنا.